فعالية الإطلاق الرسمي لأعمال مجلس مهارات قطاع السياحة والضيافة بحضور وزير العمل يوسف الشمالي ووزير السياحة نايف حميد الفايز، وبتواجد السيدة باربارا رامبوسك المدير الدولي لبرنامج الجندر والإدماج الاقتصادي عبر تقنية زوم، وسفيرة المملكة المتحدة لدى الأردن السيدة بريدجيت بريند في فندق الشيراتون عمان. هذه المرحلة التي تعبر عن الشراكة الحقيقية ما بين القطاع الخاص والعام، هذه الشراكة التي ينادي بها دوماً جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم كمدماك رئيسي لتقدم ونمو القطاعات الاقتصادية الوطنية. إن قطاع السياحة والضيافة الوطني يعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية والتي نبني حوله اقتصاداً وطنياً قوياً باستثمارات تعتمد على قوى بشرية مؤهلة وكفؤة تعكس مهارات وخدمات احترافية عالية يقدمها العاملون من أبناء الوطن في هذا القطاع. المجلس الوطني لمهارات قطاع السياحة والضيافة الذي أسس نهاية شهر آذار من العام الحالي برعاية البنك الأوروبي كداعم رئيسي بهدف سد الفجوة بين متطلبات سوق العمل ومخرجات التعليم والتدريب المهني، وجه وزير العمل رئيس هيئة تنمية وتطوير المهارات الفنية والتقنية يوسف الشمالي كلمة بحقيقة تأسيس المجلس بموافقة للورقة النقاشية السابعة للملك عبد الله الثاني بممارسة الحرف التي تؤمن للشباب الأردني العيش الكريم. أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة، إن تأسيس الهيئة جاء لتشجيع جميع أشكال التعلم وتطوير المهارات والاعتراف بها ضمن المنظومة التعليمية وبما يتواءم احتياجات سوق العمل، إلى جانب إيجاد خيارات جديدة للتعليم والتدريب المهني والتقني بمستوى عالي. أيضا تحسين جودة التعليم والتدريب المهني والتقني من خلال وضع معايير ثابتة وواضحة لتعيين وتدريب المدربين. كما تسعى الهيئة إلى تنويع مصادر تمويل قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، إلى جانب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والترويج لهذا التعليم كفرصة ذهبية للتعلم في سن مبكرة لضمان مرة أخرى العيش الكريم لبنات المستقبل. كما شدد وزير السياحة والآثار نايف حميد الفايز أن قطاع السياحة سيكون هو الحل للبطالة، وهو مستعد لاستقبال العديد من الشباب، وسيتم العمل على تهيئهم وتخريجهم للدول الأخرى أيضاً. مؤكد أني أنا أكون سعيد أني ألتقي فيكم في هذا اليوم، يوم مبارك جداً عندما نلتقي في قامات في قطاع السياحة أساتذة في مجالاتهم. كنا عانينا مع بعض في فترة من الفترات من تحديات، ولكن واجهنا هذه التحديات وخرجنا أقوياء. والتحدي اللي واجهنا اليوم موضوع الكورونا والجائحة اللي اجتاحت العالم كان تحدي كبير جدا، ولكن أنا كنت واثق منذ اللحظة الأولى بأنه قطاع السياحة بالرغم من أنه سيكون أكثر القطاعات تضررا وآخرها تعافياً، لكنه سيكون الأقوى في مواجهة هذه التحديات. كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة عمان والمجلس الوطني لمهارات قطاع السياحة والضيافة.